تنطلق غدا الأربعاء أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 15 وإلى 16 من يونيو الجاري. ويشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلا عن وفود المنظمات الدولية المراقبة. يتناول المؤتمر قضية تغير المناخ من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية.